تستمر الاشواط والمنافسات شوط ويتلوه الاخر بهذه التحديات والاثارات وينطلق في هذه اللحظات ثاني الاشواط وهو الشوط الاول الرئيسي للزمول انقضى شوطا رئيسيا اول وذهب مع الزعفرانه نهني خليفه بن عبد الله العطيه على هذا الفوز والانتصار وينطلق في هذه اللحظات شوطا رئيسيا اخر لا يقل اهميه عن الشوط الذي مضى باسمه نبدا وعليه نتوكل دائما نطلب السداد والتوفيق والنجاح الصداره والمقدمه والانطلاق الاول ينطلق هنا حطام لسالم بن سعيد محمد بن, بن حسن الخاطري يقدم انطلاقه حطام مع المركز الاول ومع الصدارة ثاني المراكز وثاني التحديات يتقدم هنا شاهين للبارق للبراق بن راشد بن مبارك آل أبو سعيد الخيارين يقدم من انطلاقة شاهين مع المركز الثاني بينما ثالث المراكز وثالث التحديات أرى الوصول والانطلاق من مغادر حمد بن جابر بن علي بن جرحب المري يقدم من انطلاقة مغادر مع المركز الثالث رابع المراكز ورابع التحديات أرى الوصول والانطلاق من الحذر لفهد بن سعيد بن محمد أبو سعيد الخيارين يقدم لنا انطلاقة الحذر مع المركز الرابع خامس المراكز وخامس التحديات لنختم النداء مع مبلش عبد الرحمن بن حمد بن سالم النهاب المري ها هي الخمس المراكز الأولى أيها المستمعين أيها الحضور الكبير نعود بحضراتكم إلى الخاطري الذي ينطلق ويحلق بهذا الانطلاقة المتميزة بهذا الانطلاق الممتاز ينطلق هنا الخاطري مع حطام ينطلق مع الصدارة ومع المقدمة يقدم لنا انطلاقة حطام المتميزة بهذا الشعار المتميز. حطام يسير بهذا المسار المتميز ضيف عاني من دوله الامارات العربيه المتحده نرحب بكل الضيوف في هذا الميدان وفي هذه الدوله دوله قطر نرحب بكل الضيوف ونرحب بالخاطر الذي يقود هذه الصفوف وينطلق مع الصداره مع حطام حطام لسعيد بن سالم لسالم بن سعيد بن محمد بن حسن الخاطري يقدم لنا حطام الذي ينطلق ويحلق على الصداره ثاني المراكز وثاني التحديات مع شاهين البراق بن راشد بن مبارك ال ابو سعيد الخيارين يقدم لنا انطلاقه شاهين مع المركز الثاني ثالث المراكز وثالث التحديات ارى الوصول ارى القدوم أرى التحدي من قبل مغادر أم مغادر أم مع المركز الثاني بقيادة حمد بن جابر بن علي بن جرحب المري يقدم انطلاقة مغادر الذي يسير بهذا المسار المتميز أما رابع المراكز تابع هذا الانطلاقة مع الحذر فهد بن سعيد بن محمد أبو سعيد الخيارين يقدم من انطلاقة الحذر مع المركز الرابع خامس المراكز وخامس التحديات أرى الانطلاق وأرى التحدي وارى هذا المسار من شعار بن مسعود الذي يقدم لنا همام سعيد بن سالم بن محمد بن مسعود المري يقدم انطلاقه همام مع المركز الخامس ارى شعار الهديفي وحضور من شعار بن حمران ارى شعارات قادمه من الخلف مستهدفه هذه النقطه فهي نقطه الصداره نقطه المقدمه الذي يقودها. يا حطام حطام لا يزال يسير بهذا المسار المتميز يسير بخطى ثابته الى الناموس الى الانتصار الى الانطلاق الاول يا الخاطري يا الخاطري يا الخاطري ركز وحكم اعصابك شويه مع هذا الانطلاق انطلاقه حطام ابناء الإمارات يطالبونك بنقطه مسائيه يطالبونك بهذا الحضور بهذا الحضور الكبير ولا ولكن 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 ثاني المراكز ثاني المراكز وثاني التحديات ينطلق هنا همام بانطلاقه سالم بن سعيد سعيد بن سالم بن محمد بن مسعود ينطلق ويقدم لنا همام الذي ينطلق مع المركز الثاني شعار الحنيش وشعار العديد والعديد من هذا الندر الذي تمكنت بانطلاقه هذا الشعار وانطلقت ووضعت هذا الشعار على ظهرها لينطلق هنا همام بهذه الانطلاقه المتميزه ليسحب بساط الصداره ينطلق مع المركز الاول سعيد بن سالم بن محمد بن مسعود المري يقود الجموع ينطلق مع الصداره همام يا همام همام يا همام ثاني المراكز ارى الوصول من الهديفي يقدم هنا ممثل المعيذر يقدم من انطلاقه وتحدي شهلول مع المركز الثاني حمد بن غالب بن سلطان الهديفي يقدم لنا شهلول مع ثاني المراكز وثاني التحديات يعود الخاطري مع حطام ينطلق مع المركز الثالث ويسير الى الصداره والى المقدمه سالم بن سعيد بن محمد بن حسن الخاطري رابع المراكز الحذر فهد بن سعيد بن محمد بن سعيد الخيارين يقدم لنا الحذر مع المركز الرابع، خامس المراكز وخامس التحديات، أرى الانطلاقة من قبل انطلاقة الكبريت لشعيل بن عبد الله بن عبد الهادي بن حمران المري يقدم من انطلاقة الكبريت، ولكن ودوني وخلوني مع الصدارة، خلو مع حطام حطام الذي ينطلق حطام الذي يندفع ابناء الامارات يحضران بهذه القوه بهذه الانطلاقه الممتازه همام مع المركز الاول او هنا حطاب نعم حطاب لسالم بن سعيد محمد الخاطري يقدم انطلاقه همام ثاني المراكز شهلول شهلول يتقدم ويقدم لنا شهلول ممثل المعيد يقدم لنا انطلاقه شهلول لا. هنا ينطلق حمد بن غالب بن سلطان الهديفي ولكن ارى الوصول والقدوم من قبل الحذر حذر الخيارين مع المركز الثالث ولكن ولكن ارى ايضا همام همام مع المركز الرابع همام لسعيد بن سالم بن مسعود ابا رابع المراكز الكبريت أشعير بن عبد الله بن حمران نعود الى الثلاثيه الممتازه نعود الى مثلث برمودا نعود الى هذا الانطلاق المتميز ثلاثية ممتازة بقيادة حطام حطام مع الصدارة حطام حطام يغادر ينطلق يذهب إلى الصدارة ولكن الحذر يحاول المحاولات النهائية الحذر الحذر مع المركز الثاني حطام مع الصدارة أبناء الإمارات أبناء الشحنية أبناء الشحنية أبناء الإمارات أين سوف يذهب هذا الشوط هنا الخاطري مع الصدارة هنا الخيارين الهديفي يحاول الخاطري 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 الخاطر الخاطر أبناء الإمارات ابناء الامارات ابناء الامارات ابناء الشحنية ممثل المعذر ممثل المعاذر الهديفي الخيارين الخيارين الهديفي الحذر شلول 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 ممثل المعذر ينطلق ويحقق النقطه المسائيه سلام شلول سلام شكرا حمد بن غانم الهديفي على هذه المواصيل التي وصلت اليها شلول ثاني المراكز وصل الحذر لفهد بن سعيد محمد أبو سعيد الخيارين أما المركز الثالث كان الوصول من حطام لسالم بن سعيد بن محمد بن حسن الخاطري رابع المراكز وصل الكبريت لشعيل بن عبد الله بن عبد الهادي بن حمران المري خامس المراكز وصل همام لسعيد بن سالم بن محمد بن مسعود المري تهاني نوال مبروك لمالك شهلول الذي حضر بهذا الحضور المتميز تهانينا والف مبروك لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي على هذا الفوز والانتصار قطع مسافة 6 كيلومترات 9 دقائق 44 ثانية 80 جزءا من الثانية تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين